واحد من افضل لاعبي بطوله تراب 30 لهذا الموسم حمدي هلال الحقيقه الظهير الايمن في اولمبيك سيدي بوزيد. تلعب ضربه المخالفه واحد بلاس للاولمبيك بهادي البرامي لعب الكره بالسيق اليسار واللمسه الراسيه من لاعب الاولمبيك سبعه حمدي هلال. سيدي بوزيد حمدي هلال يقدم بالسيق اليمين ويسجل بسهوله، يسجل الهدف الثاني من ضربه الجزاء الثالثه للاولمبيك. يفضل يرجع لحمزه غلي على حمدي هلال، حمدي هلال يشق الميدان، حمدي هلال يحاول يدخل منطقه عمليات، حمدي هلال يتلاعب، حمدي هلال حمدي الكره بتمق ضاعت. حمزة غليب يرجع بالكرة إلى الخلف، محمد البرامي يتواصل مع حمدي هلال، حمدي هلال سلسلة من المراوغات، كرة في اتجاه شكون؟ في اتجاه مسعد الشعبيني على الجهة اليمنى يلعب كرة ممتازة من حمدي هلال وممتاز يعني مراوغة لكن الجذب من القميص من لاعب الملعب كوشي وضربة المخالفة، حارس علي البرامي يخذل الكرة يرجع هي حمدي هلال على الجهة اليمنى ممتاز يعني مراوغة حمد قدم الكورة وتجاوز خط وسط الميدان يلعب كرة لوسيم بوكرة. ترجع لفريق القلعه الرياضيه يقطع حمدي هلال في وسط الميدان، القلعه الرياضيه كرات قصيره في القلعه محمد شحدوره ثم محمد هلال يقطع الكره على الجهه اليمين يلعب الكره لحمزه غليل لقائد الفريق امين التوافي يلعب كره على الجهه اليسار لكنها تقطع من حمدي هلال الاولى لكن الكره الثانيه ترجع دائما لفريق القلعه الرياضيه.
دراوف ترجع لفريق القلعة الرياضية لكن يقطعها حمزة غلايب تمشي على الجهة اليمين لحمدي هليل تجاوز خط وسط الميدان حمزة هليل النيمة لمسيحة حمدي يلعب الكرة لخلدون منصور التفاهم موجود يلعب كرة في القائم الثاني اللمسة وضربة الركنية من جبوقي ونحكي على لسعد الشعباني طبعا وأمام خلدون منصور ومحمد الناصري وحمزة غلايب والبقية هذه كرة بالعقب ممتازة من خلدون منصور بالتليفون لحمدي هليل يلا يا حمدوش حمدوش ادخل حمدوش يلعب كرة للأوا خلدون ترجع مرة أخرى لحمد هليل على الجهة اليمنى منصور يحافظ هو وسام الحسيني عفوا وسام الى حمدي هليل وسام الحسيني ترجع في وسط الميدان وسام في كنزاري طريق على الجهه اليسرى يفضل يلعب كره لحمدي هليل طويله عليه طويله عليه يخلط عليها حمدي هليل بين حمد يلعب كره في القائم الثاني يضرب كره بالبوكس سباد 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 الكره داخل منطقه العمليه ترجع مره اولى ثم الثانيه حمدي هليل يدخل وسط الميدان على الكره الاحسن على الجهه اليمنى اللي هي حمدي هليل يقدم كورته حمدي هليل الى الحمد ترجع له من وسيم بوقره ثم يدخل وسط الميدان حمدي هليل يفضل يرجع لقائد فريقه العروسي البرقوكي Thank you.